بسم الله الرحمن الرحيم، برحب بحضراتكم. الحقيقة حلقة الحد اللي فات مع دكتور مدحت عبد الهادي طرحنا سؤال كان مهم جدا، امتى نلجأ للطلاق؟ وجالنا مكالمات كتير جدا، اللي حكت انه جوزها بعد سنين طويلة اكتشفت انه كان متجوز وعنده طفلة وما كانتش تعرف، واكتشفت انه هو الحياة معه صعبة جدا، واستحملت ضرب واستحملت إهالة واستحملت شتيمة واستحملت حاجات كتير جدا عشان تحافظ على البيت، وفي الآخر لجأت للخلع. المكالمة الأصعب بقى اللي جت في الحلقة كانت مكالمة من أستاذ حسام، وأنا كل ما برجع أسمع المكالمة دي تاني أزعل قوي إن أنا ما ردتش عليه رد جامد جدا، لأنه إحنا دايما كده مقيدين إنه لازم المذيع أو الإعلامي يبقى محايد، والحقيقة كان كلامه إن الزوجة لابد إن هي تستحمل في كل حال من الأحوال، وانه احنا بنشجع الطلاق. احنا ما كناش بنشجع الطلاق خالص على فكره، احنا كنا بنقول اذا استحالت العشره بينهم زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال، انه لابد انه يكون في احسان في المعامله، لابد انه يكون في موده ورحمه، لابد انه يكون في حياه زوجيه مبنيه على اساس صح، لابد انه يبقى في اطفال بيتربوا في جو سليم، ما يطلعوش بقى معقدين نفسيا، ما يطلعوش واخدين بعض طباع سيئه من الام او من الاب فيطبقوها في حياتها بعد كده، فنبقى وسعنا الدايره بدل ما هي في بيت واحد بقت في كذا بيت. واذا استحالت العشره بينهم هما الاثنين وما قدروش يوصلوا لخط واحد يمشوا عليه، فالافضل انهم ينفصلوا عشان خاطر ما يبقاش النتيجه اولاد طالعين ضايعين وهما في وسط الاب والام. هتتخان يعني هتتخان، يعني هتعيشي زي عيشة السيد وأمينة، تتخاني وتتهاني وكل حاجة، وما تقعديش حتى على الترابيزة تاكلي في وجوده لما هو ياكل الأول وبعدين تبقى انتي تقعدي تاكلي، يا كده يبقى احنا بقى ايه بنحرض على الطلاق ومش حاطين الأولاد قدام عينينا. وأنس السيد دي كانت رواية على فكرة سينمائية، يعني ما اعتقدش انه في كانت بيوت، احنا زمان كنا بنشوف البيوت الزوج والزوجة والأولاد بيقعدوا ياكلوا في ميعاد واحد مع بعض، النهاردة احنا ما بنقعدش ناكل مع بعض. يعني أنهي أسرة دلوقتي ممكن تبقى مكونة من زوج وزوجة وأولاد بيقعدوا مع بعض على ترابيزة واحدة في مواعيد معينة، يفطروا ويتغدوا ويتعشوا، كل واحد دلوقتي بياكل لوحده وكل واحد بياكل في مكان وكل واحد قاعد على الموبايل، ولو مش بنتفرج على التلفزيون فاحنا قاعدين على التاب ولا قاعدين بنشات ولا اي حاجه تانية. فين الاسر اللي ملمومه وبتقعد تتكلم مع بعض وبيتناقشوا في موضوع واحد؟ فين الاسر النهارده اللي بتقعد قدام التلفزيون يتفرجوا على حاجه واحده وهم مستمتعين ببعض؟ النهارده الكلام ده ما بيحصلش. واذا كانت الروايات بتاعه السينما هي مش كلها حقيقيه ومش كلها كانت واقعيه، واهالينا زمان استحملوا بس كان الزوج بيحترم. استحملوا ايه؟ استحملوا انه ممكن تكون المعيشه ضيقه شويه، استحملوا انه ممكن يكونوا مش كل يوم بياكلوا لحمه، استحملوا انه هم ما بيشتروش كل شويه لبس، هو ده اللي استحملوه، مش استحملوا اهانه وضرب وشتيمه وبهنها علشان خاطر احافظ عليها. هي مين اللي بتهنها عشان خاطر تحافظ عليها؟ يوم لما بتهنها بلفظ انت كسرت جواها حاجه عمرها ما بترجع تاني. لو انت متخيل ان هي حتى مكمله معاك وبتبتسم فالحياه لطيفه، فتبقى هي بتكذب عليك وانت بتكذب على نفسك، لانها جواها كسره منك عمرها ما هترجع تاني لو فضلت سنين وسنين تحاول تصلح. انت ضربت سهم وكسرت حته في قلبها، انك هنتها وشتمتها وهي حست انها قليله في نظرك، عمرها ما هيرجع لها الامان تاني مهما انت عملت، وهتفضل جواها احساس انها مهدده باللحظه والتانيه انك ترميها بره، لانك قدرت واستحملت وشفت حزنها وزعلها ودموعها وما كانتش فارقه معاك. الحقيقه فكره الجواز والبيت والاسره هي فكره كبيره قوي. امبارح لما دخلت حتى على الفيسبوك او على الانترنت وبدات اقرا قصص كتير عن المشاكل الزوجيه، لقيت افكار كتير جدا موجوده، ولقيت معاناه كتير جدا، ولقيت افكار من زوجات اتقال لها انا هطلقك، بس بعد ما قالت له طلقني ما دام انت مش عايزني، عرفت هي تسترده تاني ازاي ببعض الاساليب اللي هي كزوجه فهماها
في زوجها، يمكن تحست في فترة ان هي ممكن تكون كانت مقصرة في حياتها معاه في بعض الامور، ففاقت لنفسها فبدأت ترجع ده، وده مش عيب على فكرة. يعني مش عيب ان الزوجة تحافظ على بيتها وعلى جوزها حتى اذا كان حصل بعض الدروبات اللي موجودة. المهم ان ما يكونش الدروب ده كسر حاجة فيها عشان تقدر تقف على رجليها وتكمل حياتها وتقوم الاسرة دي وتقدر تحابي كده زي ما بنقول على بيتها وعلى ولادها. النهاردة موضوعنا كبير، احنا مكملين ومع حضراتكم فكرة الجواز وامتى نلجأ للطلاق، مع دكتور مدحت عبد الهادي استشاري الصحة النفسية والعلاقات الزوجية، واكيد بنرحب باتصالات حضراتكم واسئلتكم، ولكن بعد الفاصل.